السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا. إذا انتهت مباراة نادي مانشستر سيتي أمام نظيرها يعني نادي برايتون، والتي لعبت هذه المباراة في ملاعب برايتون أي الأميكس الملقب بالأميكس. طبعا أعزائي المشاهدين كانت مباراة سهلة كما توقعتها، وقلت للعديد من المعلقين في هذه القناة أنها ستكون النتيجة 5-0، حتى لبعض مشجعين نادي مانشستر سيتي الذين هم يعني اصدقائي عبر حسابات السوشيال ميديا، قلت لهم ان النتيجه المتوقعه ستكون 5-0، وها هي اعزائي المشاهدين مثلما يعني فعلا مانشستر سيتي وسدد العديد من الكرات وسجل العديد من الكرات امام نيوكاسل، ها هي تعاود الكره امام برايتون خارج اراضي ملعب الاتحاد. فكما تشاهدون اعزائي المشاهدين سجل الهدف الاول كل من رحيم ستيرلينج، الهدف الثاني جابرييل جيسوس، الهدف الثالث رحيم ستيرلينج، وايضا برناردو سيلفا، وليختتمها رحيم ستيرلينج بهدف اخر وهو الذي بصم على هاتريك. طبعا رحيم ستيرلينج عاد من صيامه وايضا عاد الى مستواه المعتاد الذي كنا نشوفه ونراه يعني في الموسم الماضي. فبطبيعه الحال اعزائي المشاهدين ننتقل الان الى تنقيطات لاعبي نادي مانشستر سيتي بعدما نشرت لكم التنقيط الذي قلت لكم يعني في الشوط الاول، نشرت لكم وشاركت معكم تنقيط رياض محرز لاعبي نادي مانشستر سيتي. في هذا الفيديو يعني ساعطيكم تنقيط المباراه باكملها. طبعا في حراسه المرمى ايدرسون 6.7، في خط الدفاع بنجامين ماندي 7.6، لابورت 7.6، إيريك غارسيا 7.4، كيل والكر 7.4، برناردو سيلفا 8.8، رودريجو 7.6 قدم أسيست، وطبعا كيفن دي برون يعني كانت زي مشاهدين كيفن دي برون تألق في هذه المباراة وسدد ونفذ يعني صراحة خطأ، وكانت المباراة كانت يعني كرة القدم قد لامست العارضة وكان قريب أن يسجل ذلك الهدف. فإذا سجلت تلك الضربة فأقول لكم أن ذلك الهدف كان أغلى هدف في هذه المباراة، ولكن لامست العارضة وأعطاه موقع هوسكور 8.3، رحيم ستيرلينج 10/10 صاحب الهاتريك، وطبعا جابرييل جيسوس أسيست وهدف 9.7، رياض محرز 8.6 المقدم لأسيست لرحيم ستيرلينج. فأقول لكم أن رياض محرز من يقول أو أيضا أن رياض محرز لم يفعل شيء في هذه المباراة، أقول لكم أن رياض محرز قدم العديد من التمريرات لزملائه وكان هو الأكثر حسما بالتمريرات الناجحة في هذه المباراة. وأيضا أعزائي المشاهدين أود أن أشارك معكم لقطة حدثت في هذه المباراة صراحة، وهي مراوغة رياض محرز للاعبي دفاع نادي برايتون وأيضا مراوغته لحارس مرمى نادي برايتون. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين في الصورة، وآسف لجودة هذه الصورة إنها ضعيفة نوعا ما، ولكن أردت أن أشارك معكم هذه اللقطة التي أعجبتني. اولا رياض محرز ذهب الى يعني انفرد هو وبعض لاعبي نادي برايتون امام المرمى، وكان رياض محرز قريب ان يسجل، فراح مهاجم يعني ياتي بسرعه كبيره ليخطف الكره من رياض محرز، ولكن هيهات، رياض محرز صاحب اللمسات الفنيه لمس الكره بلمسه واحده وراح لاعب نادي برايتون يتزحلق ويتعلم السباحه. وايضا اعزائي المشاهدين كما تشاهدون حتى اللاعب الذي هو رقمه 2 اعزائي المشاهدين نسيت اسمه للاسف الشديد هو راح يتزحلق، وايضا حارس مرمى نادي برايتون راح يتزحلق، يعني كلهم يتزحلقون مع رياض محرز بمهاراته وفنياته. وايضا للاسف الشديد لم تكتمل هذه الفرحه الا ان تلك التسديده كانت ضائعه. ولا ننسى تسديده رياض محرز في الشوط الاول التي كانت قريبه ان تدخل المرمى، الا ايضا يعني الحظ لم يوفق رياض محرز، وايضا هدر يعني تسديده اخرى خطيره كانت لمرمى نادي برايتون وذهبت ومرت عبر الشباك الخارجه لمرمى نادي برايتون للاسف الشديد اعزائي المشاهدين. ولكن من يقول ان رياض محرز لم يفعل شيء في هذه المباراه، بل بالعكس اعزائي المشاهدين، اولا الهدف الاول كان من صناعه رياض محرز، لا اقول انه هو كان الممر الحاسم، ولكن هو من صنع تلك الهجمه، وايضا صنع هجمه اخرى، وطبعا كانت رياض محرز قد صنع 3 هجمات، وطبعا اعزائي المشاهدين كانت هنالك يعني لو كان معه الحظ لكان هو الذي سجل هدفين او 3 اهداف في هذه المباراه، ولكن للاسف رياض محرز يعني قدم فقط تمريره حاسمه والعديد من التمريرات لزملائه. وايضا كنت ارى رياض محرز صراحه اعزائي المشاهدين انه رياض محرز عندما يصل الى مرمى نادي برايتون ارى انه يريد التخلص من الكره بكل طريقه ممكنه ويعطيها لزملائه ولا يفضل يعني التسديد نحو المرمى، يعني معليش لو كان تضيع نحن يعني ماذا بينا انت لو كان تسدد نحو المرمى، ولكن لا تمررها لزملائك، فزملائك يبخلون عنك بالكره
وأنت لا تبخل عنهم ولا بكرة واحدة. فأردت أن أناقش معكم هذه القضية، هو أن هل رياض محرز صراحة مقيد من طرف بيب غوارديولا، لأنه يصل إلى مرمى نادي برايتون ويمكنه التسديد، تنقصه بعض خطوات فقط أو مراوغة واحدة ويسدد نحو المرمى، يا يسجل هدف يا إما يتصدرها حارس المرمى. ولكن رياض محرز عندما يصل إلى حراسة المرمى وحارس المرمى نادي برايتون يمررها لأي لاعب لنادي مانشستر سيتي. فطبعا أعزائي المشاهدين، أود أن أناقش هذا الموضوع معكم في صندوق التعليقات. قولوا لي هل هو مقيد من فلسفة بيب غوارديولا، أم أن هذه حريته الشخصية وهو الذي تعمد فعل ذلك. فبطبيعة الحال رياض محرز قدم مستوى، يعني لا نقول أنه ممتاز، ولكن جيد نوعا ما في هذه المباراة، وخير دليل تنقيطه 8.6 من ضمن 10. هنا ينتهي هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، تمنيت أن رياض محرز سجل هدف واحد في هذه المباراة، ولكن للأسف لم يحالفه الحظ. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.